فيلمنا رايز اوف ذا بلانيت اوف ذا ايبس بيبدا مع شويه ناس بتحاول تصطاد القرود، والقرود بتحاول تهرب منهم، والناس دول اصطادوا اللي يقدروا عليه ومشيوا. وبعدها بيعملوا شويه تجارب على قرد اسمه برايت ايز بعد ما ادوا له مصل هم اللي مخترعينه، ودكتور ويل اتفاجئ من نسبه نجاح المصل العاليه جدا، وبيعرض الفيديو ده على باقي الدكاتره والعلماء، وبيقول لهم اننا بعد ما ادينا لبرايت ايز المصل اللي عملناه قدر يحل اللغز اللي قدامه في وقت قياسي، والمصل اللي برايت ايز خده بيجدد خلايا المخ وبيعالج من مرض الزهايمر وكذا مرض في المخ، يعني نقدر بعد نجاح التجربه دي نروح المستوى الأعلى وندي المصل للبشر، ومفيش أي أعراض جانبية غير نقط خضراء ظهرت في عينه. ولكننا بنشوف إن برايت أيز اللي خد المصل بقى عدواني جدا وشرس بشكل كبير، ولما خرج من القفص بتاعه قعد يكسر الدنيا وهرب وكله خايف يمسكه، وراح مقتحم على دكتور ويل الاجتماع بتاعه مع العلماء، وجه الأمن وضرب عليه نار وموته، ودكتور ستيفن مدير الشركة اتضايق من العنف اللي ظهر مرة واحدة على القرد، وبيدي أمر بالتخلص من كل القرود الموجودة، ودكتور ويل قعد يتكلم معاه وبيحاول يخليه يرجع عن قراره، بس دكتور ستيفن كان مثبت في قراره وهدده إنه هيرفض، وقال له حاول تشوف طريقة تانية للتجارب بتاعتك. ودكتور ويل لما رجع المعمل لقى ان الارض برايت ايز كانت مخلفة، وطلعت انها ما كانتش عدوانية، هي كانت بتحاول تحمي الطفل بتاعها عشان افتكرت انهم بيأذوه. ودكتور فرانكن قال لويل ياخد الارض ده معاه البيت علشان ما ينفعش نسيبه هنا، وويل كان رافض ياخده علشان ده مش من مسؤوليته، فقال له فرانكن انا قتلت ال 12 قرد اللي جبناهم زي ما اتطلب مني، بس مش هقدر اقتل طفل صغير. فويل صعب عليه القرد الصغير ده وقرر ياخده معاه البيت، ووراه لما روح لباباه تشارلز اللي عنده زهايمر، وبالليل وهو نايم سمع صوت القرد بيتألم من البرد فخده وحماه واهتم بيه، وتاني يوم لاحظوا ان القرد ذكي جدا وقادر ياكل لوحده واعجبوا بيه. وبعد مرور 3 سنين بنشوفه بعد ما كبر، وبنفهم ان ويل قرر يربيه عنده وسماه سيزر، وهو خد القرار ده بعد ما بان عليه علامات تدل على الذكاء الشديد بالنسبه للقرد، لدرجه انه بعد سنه ونص كان قادر يتكلم بلغه الاشاره، وبعد سنتين قدر يحل الالغاز والالعاب اللي كانت معموله للاطفال بعمر 8 سنين، وبعد 3 سنين قدر يكتسب مهارات تفوق مهارات البشر في عمره. وويل شاف لون اخضر في عين سيزر، فبيفترض انه ورث من امه المصل اللي امه خدته، والمصل ده طور من مخه. وبعدها بتشوف ان تشارلز حالته بقت سيئه بسبب الزهايمر اللي عنده، فويل مش بيلاقي حل لحالته غير انه يديله المصل بتاع برايت ايز، وتاني يوم بيلاقي حالته اتحسنت جدا. وبعدها سيزر بيشوف من الشباك عيل بيسوق عجله، فراح خرج من البيت وراح علشان ياخد العجله بتاعت الواد اللي شافه، وويل قعد يدور على سيزر في البيت وما كانش لاقيه، وطلع يدور عليه وسمع صوته من البيت اللي جنبهم، وصاحب البيت كان بيضربه وعاوز يطلعه بره، فراح متدخل ويل وهداه وخد سيزر ومشي، بس ويل لقاه مصاب فراح موديه عند دكتورة كارولين علشان تعالجه، وكارولين كانت منبهرة ان القرد بيعرف يتكلم بلغة الاشارة، وسألت ويل هو دلوقتي بيقول ايه، فويل قال لها بيقول لي ان انا وانتي المفروض نتغدى سوا، فهي ضحكت وفعلا ويل عزمها عنده في البيت. وسألته انت ازاي قدرت تخلي سيزر ذكي كده، فقال لها ويل الفضل مش ليا، انا اتفاجئت من ذكائه، وهي بتقوله ان الاوضه دي صغيره عليه شويه في اللعب، وبيتفقوا انهم يودوه مكان تاني علشان يلعب هناك، وراحوا الغابه علشان يفسحوه ويتعود على المكان هناك. وويل فك الطوق بتاعه علشان ينطلق وينط على الاشجار وينبسط، وقبل ما سيزر يمشي بيمد ايده لويل علشان يديله الاذن بالانطلاق واللعب، وبينطلق سيزر وبيحس بالحريه في الغابه وبيقعد يتنطط ويتسلق الاشجار. وبعد 5 سنين سيزر بيكبر اكتر، وويل وكارولين بقوا مرتبطين، وكان في ناس في غابة معهم كلب، والكلب لما شاف سيزر قعد ينبح عليه، وسيزر بص له وصغر له والكلب خاف. وبعدها سيزر سأل ويل عن الكلب اللي شافه، وبيقول له هو انا ليه لابس طوق زيه، هو انا كده حيوان اليف؟ ويل قال له لا انت مش حيوان اليف. وسيزر قعد يسأل اسئله كتيره، فويل وداه عند الشركه اللي بيشتغل فيها وبيقول له انت اتولدت هنا، وبيحكي له ان امه كانت موجوده عندنا في الشركه بس ماتت، وبيحكي له عن المصل اللي امه خدته وازاي ماتت وعن سبب ذكائه. وبعدها تشارلز ابو ويل بدأ يبان عليه اعراض الزهايمر من تاني، بالرغم ان الدواء كان شغال معاه كويس لمده 5 سنين، بس جسم مرة واحدة رفض المصل وكأنه هو الشيء المضر، وحالة تشارلز بقت أسوأ من الأول، لدرجة إنه خرج من البيت وركب عربية كان مفكرها بتاعته، ولما سقها راح خبطها من كل حتة، فجه جاره سحب العربية وقعد يزعق فيه وطرده من العربية، وبيطلب له البوليس وكان بيعامله وحش، وسيزر شافهم من فوق وجارهم عمال بيزعق على تشارلز، واتضايق وتعصب جدا ومستحملش يشوف حد بيكلم تشارلز بالطريقة دي، فراح خرج من البيت ومهاجم جارهم وفضل يضرب فيه، والراجل حاول يهرب منه بس سيزر كل شوية بينط له يمين وشمال وبيضربه. وفي الاخر قطع له صباعه وتشارلز وقفه قبل ما يعمل حاجه تانية، وسيزر شاف ناس كتيره بصاله وحس ان اللي عمله ده غلط، وراح حضن تشارلز وشاف كل الناس بتبعد وخايفه منه، والبوليس جه وقبضوا على سيزر بسبب اللي عمله وخدوه على سجن للقرود. وويل وصل وكان معترض على الطريقه اللي رابطين بيها سيزر، وكان عاوز يدخله السجن بنفسه، وويل فضل يهدي فيه وبيقول له ما تقلقش كل حاجه هتكون كويسه، ودخلوه للسجن اللي معمول للقرود. وويل ساب سيزر ينطلق ويجرب مكانه الجديد ويشوف هل هيتاقلم فيه ولا لا، وبيقول للضابط جون ان سيزر عمره ما اتعامل
اتعامل مع عروض قبل كده، فجون قال له ما تقلقش احنا متعودين على ده. في الاول ممكن يبان قلقان بس بعد كده هيتاقلم عليهم بسرعه كبيره علشان احنا بنوفر لهم البيئه المناسبه. واول ما كلهم طلعوا وقفلوا الباب، سيزر اتضايق جدا وجري وكان عاوز يخرج، وويل وكارولين قعدوا يهدوه بيقولوا له ما تخافش انت هتفضل هنا مده قصيره، ووعدوه انه هيجوا له تاني قريب. وسيزر سمع صوت واحد بيقول له تعالى انا هعرف اخرجك من هنا، وسيزر فضل ماشي ورا الصوت لحد ما اللي كان بيكلمه حبسه في قفص وقفل عليه. وسيزر شاف حواليه قرود كتيره وكلها بتزعق ونفسها تخرج، وقرار المحكمه بخصوص سيزر انه هيتحبس 90 يوم وبعدها هيتم الافراج عنه. وويل حاول يخلي ميعاد الافراج في خلال اسبوع بس الموظفه رفضت وقالت له احمد ربنا انهم ادوا لك ميعاد بدل ما كانوا قتلوا لك قردك. وويل بيروح وبيلاقي ابوه حالته بتسوء يوم عن يوم، وجهاز المناعه اللي عنده رافض المصل ومتقبل الامراض اللي عنده، وده بيخلي المصل اللي اخترعه ويل نسبه نجاحه بقت قليله. بس ويل مش بيستسلم وبيقول انا مش هفقد تشارلز وسيزر مره واحده، وراح قال لستيف المدير الشركه ان المصل بتاعه عالج ابوه من الزهايمر. وستيفن فرح واتفاجئ ان المصل نجح، وويل بيقول له بس المشكله ان المرض عند ابويا قدر يتغلب على المصل، وجهاز المناعه انتج اجسام مضاده وبتحارب المصل. وبيقول له بس انا قدرت اطور المصل بتاعي وشايف انه اكتر فعاليه، وكل اللي انا محتاجه اني اختبره. ومش بس كده، في دلائل على ان المصل بتاعي بيطور المهارات العقليه وبيعلي معدلات الذكاء. فستيفن قال له طيب انا عايزك تبدا في اختبار المصل بتاعك على القرود. وبنروح لسيزر، وساعتها كان دوجي بيدي القرود اكل، القرود نفسهم معروفين منه. فسيزر راح ماسك كبشه اكل ورماها في وشه وقعد يضحك عليه. فدوجي قال له انت شايف نفسك كوميدي كده، طب انا هوريك، وراح فاتح خرطوم الميه بقوه على سيزر، وحركه الميه دي بتضايق سيزر جدا ونام زعلان. وقام بعدها رسم حته بالتباشير شباك زي اللي كان عنده في البيت. وعند ويل في المعمل جابوا حوالي 10 قرود علشان هيعملوا عليهم التجارب تاني، وويل راح بص عليهم واختار قرد اسمه كوبا يبدا يتعمل عليهم التجارب. والدكاتره وهما بيظبطوا الدنيا علشان يدوا له المصل، كوبا مره واحده اتنفض وكان عاوز يتحرر، وحصل تسريب في المعمل وفرانكن شم شويه من المصل. وعند سيزر بيدوا للقرود فسحه علشان يخرجوا ويلعبوا، واول ما سيزر خرج القرود كلها سكتت وفضلوا باصينله. وحاول سيزر يلعب ويتعرف عليهم بس القرد رفض يسلم على سيزر وقطع له التيشيرت اللي كان لابسه، وراح حدف الكوره ونط على سيزر وفضل يضرب فيه، وسيزر خلع منه وبيجري ومش عايز المشاكل، بس القرد التاني ده فضل وراه لحد ما دوجي ضربه هو وسيزر بمخدر وغابوا عن الوعي. وبعدها ستيفن كان بيتابع القرد كوبا بعد ما خد المصل، ولاحظ انه فعلا بقى قرد ذكي ومكانش فيه اي نتائج عكسيه، وده بفضل ان القرود عندهم جهاز مناعي قوي. والدكتور فرانكلين خد باله ان هو ذات نفسه كح دم، وسيزر وهو محبوس لقى في قرد اسمها موريس بتكلمه بلغه الاشاره. فسيزر اتفاجئ وسالها انت بتعرفي لغه الاشاره؟ فقالت له موريس انا كنت شغاله في سيرك. وسكت، واول ما دوجي دخل وكان بيخدر قرد تاني، وموريس بتقول لسيزر خلي بالك علشان البشر مش بيحبوا القرود الذكيه. ودوجي بعد ما خدر القرد خده بره القفص علشان في شركه عاوزه تشتريه علشان يعملوا عليه تجارب. معقوله وصلت لهنا ولسه ما دوستش لايك؟ يلا انزل واضرب اللايك المتين وساعدونا نوصل الفيديو ده ل 2000 لايك، وكسر علامه الاشتراك وفعل جرس التنبيهات على كل الاشعارات علشان ما فوتكش كل جديد، ويلا نكمل. وبعدها جه ويل وكارولين يزوروا سيزر ويطمنوا عليه، وويل خد باله ان سيزر مصاب، فدوجي بيقول لهم ساعات القرود بيضايقوا اي قرد جديد بيجي. بس ويل شاف سلاح التخدير في جنبه وقام زقه وقال له انت كذاب اكيد انت اللي اذيته. وجون وصل وقال لهم في ايه مالكو؟ فويل قال له انا هاخد سيزر وهمشي من هنا. فجون قال له ما تقدرش تعمل كده من غير اذن محكمه. فويل قال له لو عرفت ان في حد اذى سيزر تاني هاخده وهمشي وهقفل لك المكان بتاعك ده. وسيزر كان مفكر انه هيمشي وهيروح البيت، بس ويل قال له لا لسه مش دلوقتي. وسيزر بيتضايق جدا، ولما رجع القفص بتاعه قعد يعيط وافتكر ان ويل بيضحك عليه وهو اللي حبسه هنا، وراح ماسح الرسمه اللي رسمها على الحيطه. ووقت الفصحى سيزر طلع الشجره وقعد لوحده وشاف ان في غوريلا كبيره محبوسه لوحدها، وشاف القبه اللي فوقيهم دي معموله من الازاز وممكن تتفتح. ودوجي بالليل جاب صحابه وقعد يفرجهم على القرود، ودوجي قعد يتريق على القرود، والبنات كانت شايفه ان دي حاجه سخيفه ومش كوميديه. ودوجي علشان مفكر نفسه دمه خفيف راح مكهرب كل قفاص القرود وكلهم خافوا واتنفضوا. وصاحب دوجي شاف سيزر وكان عاوز يلعب معاه، ولما قرب قوي سيزر راح ماسكه من لبسه وكان هيخنقه بس بعدها سابه، وقدر سيزر يسرق بطوه من جيبه وراح معلقها في حته خشبه وقدر يفتح باب القفص بتاعه، وراح اتسحب وفتح القفص بتاع الغوريلا وهي نايمه. وسيزر صحاها من النوم، والغوريلا كانت خايفه تخرج في الاول بس بعدها خرجت وانطلقت بعد ما كانت محبوسه فتره طويله، وشكرت سيزر على جدعنته. وبعدها سيزر بشويش راح فاتح زنزانه القرد اللي قطع له التيشيرت وقعد يضرب فيه، والقرد ده لما لقى باب قفصه مفتوح فراح خرج، وسيزر قام مغفله وضربه على دماغه، والقرد بص وراه لقى الغوريلا وبص قدامه لقى سيزر، والقرود كلها صحيت يعني القرد ده لو اتضرب شكله هيبقى زباله وسط القرود، فراح مد ايده لسيزر وطلب منه السماح.
وسيزر وافق وسامحه، وويل بيصحى من النوم وبيلاقي ابوه مات، وكارولين كانت معاه وهونت عليه شويه، وبيطلبوه في شغل وبيروح وبيلاقي الدكاتره بيدوا المصل للقرد تاني، وويل منعهم من ده وقال لهم المفروض نفحص عينه دم كوبا الاول، وسالهم فين فرانكلين، قالوا له بقاله يومين غايب علشان عيان، فقال لهم ويل بغض النظر انا ما اديتكوش امر انكم تدوا القرد تاني المصل بتاعي، فستيفن دخل عليهم وقال لويل انا اللي امرتهم بكده، علشان النتائج اللي ظهرت على كوبا كانت خياليه، وكل النتائج كانت مذهله وكوبا ضرب كل الارقام القياسيه، وويل ما كانش عاجبه الموضوع ده علشان هو هدفه يعالج البشر من الامراض اللي عندهم، لكن ستيفن عاجبه ان المصل بيعلي معدلات الذكاء، وويل قال له مفيش اختبارات تانية هتتعمل، وستيفن خده على جنب وقعد يقول له المصل بتاعك ده هيساوي ملايين وانت كده بتصنع التاريخ، فويل قال له انا خايف من المخاطر والنتائج العكسيه، فستيفن قال له مخاطر ايه، انت اديت المصل لابوك وخليته تحت الاختبار، وانت عارف انه ممنوع حد يختبر مصل على البني ادمين، فكنت اقدر انهي مستقبلك في كلمه، فويل قال له وفر تعبك انا مستقيل، علشان انت مش فاهم انت بتعمل ايه ومش عارفين لسه نتائج المصل ده على البشر عامله ازاي، ولكن ستيفن كان مصر على قراره. وبعدها ويل بيروح لجون وبيعرض عليه رشوه علشان يرجع له سيزر، وجون بيوافق، وبيروح ويل لقفص سيزر وبيقول له يلا بينا علشان هنرجع للبيت، ولكن سيزر رفض يروح معاه وقفل القفص بنفسه وسط ذهول من ويل، وكان من ضمن اسباب سيزر ان ويل كان جاي مع الطوق، وجون بيقول له شكله بيفضل القعده هنا مع بني جنسه، وبالليل سيزر بيخرج من القفص وبيدي اكل لكل زمايله، وكل القرود بتحييه، وموريس بعدين سالته انت ليه اديتنا اكل امبارح؟ فقال لها سيزر علشان انا عايز كلنا نتحد ونبقى ايد واحده ومحدش بعدها هيقدر يوقفنا، فموريس قالت له المشكله ان القرود دول كلهم اغبياء، وسيزر حس ان كلامها صح، وشاف رودني اللي شغال وهو بيكتب الرقم السري بتاع الباب وحفظه، وبالليل سيزر خرج وكتب الرقم السري وهرب من الفتحه اللي في القبه، ورجع عند ويل في البيت، بس هو رجع علشان يسرق المصل اللي ويل اخترعه، ورجع تاني على السجن وفتح كل ازاز المصل على كل القرود، وبالتالي القرود دي هتبقى ذكيه زي سيزر، وتاني يوم سيزر كان واقف الفسحه وبيبص على عين كل واحد فيهم علشان يتاكد انهم كلهم عينيهم بقت لونها اخضر، والظابط جون شاف ان سيزر جامع كل القرود قدامه في منظر غريب، اما على فرانكلين اللي شم شويه من مصل ويل بيلاقوه في البيت ميت، وبالليل والمفروض كل القرود نايمه، دودجي بيلاقي سيزر واقف بره، فبيروح له بالصاعق الكهربي، وقعد يقول له ارجع للقفص بتاعك، وسيزر مش بيرد عليه، فراح مكهربه، وفي نفس الوقت كان رودني واقف بالسلاح من بعيد، وسيزر مسك ايد دودجي، ودودجي قال له شيل ايدك عني وشتمه، فراح سيزر رد عليه وقال له لا، وكله اتفاجئ ان سيزر قدر يتكلم زي بني ادمين، وراح سيزر مديله في وشه، وخد دودجي وحطه في القفص، وفتح كل اقفاص القرود وكلهم خرجوا، والقرود شافوا رودني فراحوا ماسكينه ونزلوا فيه ضرب، بس سيزر حشم عنه علشان رودني ما كانش بيعملهم وحش، ودودجي فاق وخرج ومسك الصاعق الكهربي، وراح سيزر فاتح عليه خرطوم الميه فدودجي اتكهرب ومات، وسيزر اتضايق علشان ما كانش يقصد يقتله، وكل القرود خرجوا من القبه، وخدهم سيزر للمدينه ووزعهم مجموعتين يمين وشمال، وويل تاني يوم الصبح راح السجن ولقاه فاضي، وما كانش فيه حد وشاف جثه دودجي على الارض، ولقى كمان ازايز المصل بتاعه مرميه، وسال رودني ايه اللي حصل هنا؟ فحكى له رودني كل حاجه وقال له القرد بتاعك اتكلم زينا، والبوليس وصل وشاف التسجيلات وعرفوا اللي حصل، والمجموعه اللي فيها سيزر اقتحموا شركه ويل، وكسروا في كل حاجه وحرروا القرود اللي جوه، وستيفن جات له مكالمه بان فرانكلين مات وباللي بيحصل في الشركة. وراح الشركة واتصدم من منظر القرود حواليه وطلع جري، ومجموعة القرود التانية راحوا جنينة الحيوانات وهربوا كل القرود اللي هناك، وكل بقى القرود دي طلعوا على المدينة وشكلوا خطر على الناس، وفي ظابط قدر يضرب قرد بالرصاص وحطه في العربية عنده، فالظابط ده لقى سيخ حديد رشق في عربيته وجاي من عند الرجالة من فوق، وفي قرد فتح باب العربية وخرج زميله القرد، والظابط خاف وخلع والسياخ نزلت عليه زي المطر، والقردة موريس سحبت بلاعة من الأرض ورميتها على عربية البوليس، والبوليس بيحاول يتصدى لهم بس مش عارفين، وسيزر خد القرود كلها الغابات الحمراء اللي ويل كان بيوديها له، وعربيات كتيره من البوليس واقفه ومستنياهم، وسيزر شاف انوار البوليس من بعيد وهم واقفين، وشاف ضباط تانيين جايين من وراه، فامر مجموعه يتسلقوا الكوبري من فوق ومجموعه من تحت، وويل وصل الكوبري وكان عاوز يخش وينقذ سيزر من البوليس، والغوريلا الكبيره شافت ضابط عمال بيضرب في القرود، فراحت ماسكاه وكانت هتقتله، بس سيزر قال لها ما تقتليش حد، وطيارات البوليس بتحاول تصطاد القرود اللي على الكوبري من فوق، وسيزر والباقي حاولوا يتقدموا ويحموا نفسهم من الاتوبيس، ولكن والبوليس منشغل معاهم وبيضرب عليهم نار، القرود نزلوا عليهم من فوق وقعدوا يضربوا في الضباط، وكان كله ضرب من غير ما اي ضابط يتقتل، وفي الاخر الضباط طلعوا يجروا، وويل وصل ونادى على سيزر، بس ساعتها الضابط اللي في الهليكوبتر نزل ضرب بالرشاش عليهم، وحاولوا يركزوا اكتر على سيزر علشان هو القائد، وسيزر حدفهم بالجنزير، وجات الغوريلا وزقته بعيد عن ضرب النار، وجريت ونطت على الطياره وضحت بنفسها بعد ما اتضرب عليها رصاص كتير، وفي الاخر قتلت الضابط والطياره وقعت وولعت، وسيزر خرج الغوريلا وزعل عليها جدا، وستيفن كان في الطياره ولسه عايش وبيطلب المساعده من سيزر، ولكن سيزر رفض يساعده علشان بسببه امه والغوريلا ماتوا، وكوبا جه وزق الطياره ووقعها في الميه، وويل
كيلو ركب عربية وحاول يلحق سيزر بعد ما دخلوا الغابة، ولما وصل قعد ينادي على سيزر، وكوبا نزله وكان عاوز يضربه، بس سيزر اتدخل وضرب كوبا وقال له مالكش دعوة بيه ده صاحبي. وويل بيعتذر لسيزر وبيقول له أنا آسف، دي كانت غلطتي من الأول، بس كل اللي أنت بتعمله ده لازم ينتهي علشان الحكومة مش هتسكت، وبيقول له تعالى معايا البيت وأنا أحميك، بس سيزر قال له في ودانه سيزر دلوقتي في بيته، وويل اتفاجئ علشان دي أول مرة يسمعه بيتكلم، ووافق يسيبه هنا على راحته. وبكده نكون وصلنا لغاية ملخص الجزء الأول، واستنونا في ملخص الجزء الثاني. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واعملي لي فولو على انستجرام وصفحة الفيسبوك، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت يشوفها. اشوفكم على خير، وباي باي.